لما اتفرجت على الفيديو افتكرت حاجة أثناء عملنا البرنامج الانتخابي لسيادة النقيب، وكنا بنتناقش في البرنامج، وأنا فاكر إن احنا جودنا شوية وزودت كلمتين من عندي. فالنقيب أثناء ذهبنا إلى سوهاج وفي أول الطريق قال لي أنا عايز أتفرج على البرنامج، فطلعت البرنامج والنقيب بدأ يقرأ البرنامج. أول ما النقيب بدأ يقرأ البرنامج لقى كلمتين أنا مزودهم، فقال لي افرض أنا نجحت دلوقتي ومحققتش الكلمتين اللي أنت زودتهم دول. قلت له هتحقق يا نقيب أكتر من كده بكتير. الحقيقة النقيب وعد فأوفى. لما بتفرج على الفيلم التسجيلي دلوقتي حسيت بفخر وعزة وكرامة. عايز أقول للناس اللي موجودة كلها زملائنا وأساتذتنا، مش كفاية أن ابنك يكون متفوق، عشان ابنك يكون ناجح لكن لازم يكون صادق وأمين ومخلص ووافي بالعهود. نقيبنا وافي بالوعود، واللي عايز يبقى ابنه نقيب المحامين لازم يوفي بوعده وعهده. أشكركم وأتمنى التوفيق لأولادكم، والسلام عليكم ورحمة الله.